ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من اللي يتبعون كلام الله ويطبقونه في حياتهم. جملتوا على كل حال. بما أنك تطرقت الموضوع، أنتم تعرفون برنامجنا أصلاً، يعني نأخذ المواضيع اللي تجي ونتكلم فيها. ما دامك تكلمت عن المحبة وعن الجمعة وعن الذود عن ابن العم، أبو طلال عنده قصيدة أحبها أنا عن الإصلاح وعن ابن عمك. أعطنا إياها يا أبو. طبعاً إحنا في الإصلاح أنا ومجموعة رجال شرواك، وهم أغلبهم من زملائك ما شاء الله. فجينا في أحد الإصلاحات ورد علينا واحد أحبابي ولده بينه مشكلة، هو واحد قال أبا أرد عليكم بهالأبيات. يا سلام. إي والله، وهي أساساً الواحد يامي. فيقول لي زاعك ابن العم أول زوعة، حاذور يا ابن العم لا تنزاعي، وانزاعك ابن العم ثاني زوعة، فشكه على العراف لعله ياعي، مثل شروة من عندي. وانزاعك ابن العم ثاني زوعة، فشكه على العراف لعله ياعي، وانزاعك ابن العم ثالث زوعة، فوسع ديارك والديار وساعي، وانجوك بيضال وجيه بطلبه، عطهم طلبهم واعرف الاسناعي. يا سلام. ويقول ادمع عن الطيب 80 زلة، ولا الردي ماني عن خطاياه داري، قالوا بعت خويك ب99 زلة، قال ارخصته خله يكمل 100. والرفيق والصديق والنسيب، يقول علي بالحمري النسب ريحانة قدرها الشم، وما ياكل الريحان غير البهائم، ناس بينك عيش وملح، وهذا إن جاء خطأ يوصلنا شيبان كبير، ادخل من تحته وكأنك ما شفته، وانه صغير ادعس عليه وامش. هذه اسلوب الرجال شروة من عندي. الله يبيض وجهك يا ابو طلال، ويجعلنا وانتم من المتحابين، ويجعلنا وياكم في صدورهم سعة، لان لا تسع الصدر احتوى الجميع. صحيح. نعم.